صحيت النهارده وكنت بفكر في فيديو جديد اصوره لكم، وقلت اصور لكم شرح رسمه بالرصاص، بس قلت لا ما بتجيبش تفاعل، اللي بيعجب متابعين يا اما سلسله سبونج بوب بكرتون واقعي يا اما لوحات السوفت بست. فكنت محتار، فجبت قلمين وسميتهم واحد سبونج بوب وواحد بست، واللي هيدخل الكوبايه الاول هو اللي هيفوز. اول قلم رميته خرج بره، رميت الثاني ووقع في الكوبايه، رحت جبته وطلع قلم البست. فيلا بينا نرسم لوحه بالسوفت بست. قررت النهارده ارسم في اللوحه منظر الغروب، وده بستخدم فيه الوان الاصفر والاورنج، بلون وبعد كده بدمج الالوان كويس بايدي، وبرسم العشب والنخله بقلم فحم اسود. واللوحه خلصت.